هنرجع نكمل معاكم اخبارنا من اخبار المنتخب، نروح لاخبار الانديه وهنبتدي باخبار النادي الاهلي. الجنوب افريقي بقى صانع العاب النادي الاهلي، جاله 3 عروض خلال الفتره اللي فاتت من السعوديه ومن الامارات عشان يرحل عن النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه. في اتجاه جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده طبعا حسام البدري ان هم يعيروا باكا بعد نهايه الموسم عشان يكتسب خبرات وكمان يكون في فرصه ان هم يتعاقدوا مع لاعب اجنبي رابع بداله. نروح لاحمد الشيخ. احمد الشيخ صنع العاب النادي الاهلي المعار للاتفاق السعودي لنهايه الموسم، رحب مسؤولين النادي الاهلي ان هم يجددوا اعارته مره ثانيه للنادي السعودي. الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده حسام البدري وافق مبدئيا ان هو يجدد اعاره احمد الشيخ، خصوصا طبعا ان اللاعب عنده رغبه ان هو يستمر في الدوري السعودي، وكمان الفريق بيضم دلوقتي مجموعه من اللعيبه المميزه اللي بيجدوا طبعا اللعب في مركز احمد الشيخ واللي طبعا هيعوضوا رحيله عن الفريق. مكملين اخبار النادي الاهلي، واللي هيخوض النهارده لقاء ودي ان شاء الله مع الفجيره الاماراتي احتفالا بمرور 50 سنه على تاسيس نادي الاماراتي واللي بيديره الاسطوره الارجنتينيه مارادونا. نادي الفجيره الاماراتي وجه دعوه خاصه لبعض النجوم عشان يشاركوا مع الفريق ويدعموا الفريق في مواجهه النادي الاهلي. من ابرز الاسماء اللي تم توجيه الدعوه ليهم عمر عبد الرحمن عموري نجم العين الاماراتي، وعلي مبخوت نجم نادي الجزيره، ياسر القحتاني نجم الهلال السعودي، ستانلي لاعب القادسية السعودي، إبراهيم دياكية لاعب العين، وماجد ناصر حارس الأهلي الإماراتي.